اعتصم موظفو تاتش والفا احتجاجا على التصريحات الإعلامية الأخيرة التي أدلى بها وزير الاتصالات جوني الكروم، معتبرين أنها مسيئة إليهم، لا سيما إمكانية سحب بواليص التأمين الصحي الفيرست كلاس من امتيازاتهم. وطلب الموظفون في مؤتمر عقدوه أمام مبنى شركة ألفا باعتذار الوزير. بدنا نحن اعتذار مثل ما تفضلوا امبارح أهانونا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، نحن بدنا اعتذار مباشر. نحن اللي بنمول الدولة، مش الدولة بتمولنا. اللي صار مؤخرا بفرجي انه الاشخاص المسؤولة ما بدها حلول. عم ترفضوا انه تسلموا لشركات كروتة التشريج، هذا الشيء ممكن كمان يهدد يعني القطاع بانه يفوت بسوق السوداء والى ما هنالك. اللي وصلنا لهون هو بيحمل مسؤولية هالشغلة. ويستمر اضراب موظفي الشركتين لليوم الخامس على التوالي، وقد بدأت تبعاته تظهر مع توقف خدمات الاتصال والانترنت في غير منطقة بعد الاحجام عن القيام باعمال الصيانة. الا ان السؤال الذي يقلق اللبنانيين: هل تفقد بطاقات التشريج من السوق في مطلع الأسبوع المقبل بعد توقف الموظفين عن تسليم هذه البطاقات ووسط الاحتكار؟ وهل ترتفع أسعار الإنترنت وبطاقات التشريج الهاتفي؟ اليوم الوضع ما بيسمح أنه ينعطوا بريمير كلاس لسوء الحظ، لأن العالم عم بتموت على أبواب المستشفيات وما عندهم أدوية، ونحن جايين بدنا نعمل فانتازي، بدنا بريمير كلاس. بالنتيجة الحل بده يكون على حساب مين؟ يا بده يكون على حساب الموظف، يا بده يكون على حساب المواطن. هل رح تصير كروت التشريج بسوق السوداء بسعر صرف السوق السوداء؟ امبارح كان في بيان من وزارة الاقتصاد انه هن عم بيعملوا ضبوطة بهالموضوع، ونحن طلبنا منهم انه يتدخلوا بهالموضوع. وقت ما وصلنا، النهار اللي وصلت على الوزارة كل يوم بيقولوا لي انه بكره رح يغلى الكارت. نحن لهلا بعدني عم بقول انه ما عندنا برنامج انه نغلي الكارت بالوقت الحاضر. يعني ما في نيه لرفع سعر الكارت. وبس يصير في برنامج محدد كل العالم رح تعرف فيه. يعني حتى باوجيرو بيسالوني عن الانترنت انه قالتين بده يزيد. طب ما هلا الانترنت اول شيء الحكومه بدها تجتمع، لانه هذا مش قرار وزير. يعني اذا بدنا نحدد تقريبا مده نكون عم ناكد فيها للمواطن اللبناني انه ما في زياده على كروت التشريج بهيدي المده، ولا في زياده على الانترنت، فينا نكون عم نحدد انه على الاكيد من هلا لتساي من هلا لخمس اشهر، ست اشهر، سبع اشهر ما في ابدا زياده؟ لا، ما فينا ناكد هالشيء. ما فينا نسمه، ما فينا ناكده، وما فينا ننفيه، لانه في امور كثير بدها تتغير من هلا لوقت. انا عم صارح المواطن بكل الامور بكل واقعيه. صحيح ان نيه عدم رفع اسعار الانترنت وخطوط التشريج غير موجوده، ولكن الضمانات بذلك غير موجوده ايضا حتى من الوزير المعني. زهراء فردون، قناه الجديد.